اهتمام كثير بين الجانب الاجتماعي قبل ان نبدا الاشراف ممكن تتابع اقل كم وسيله الان كم وسيله المالي ايش عمليه التنظيمه تلاقي اقل تقديم مجموعة من الفرص اللي قدمها تقديم مجموعة من الأدوية في مجموعة من المطاعم. زيت كاس ماستر زيت رانسيس. الزبائن عندنا يقدروا يديروا يشتروا بأسواق مختلفة، مش محدد ولا محدد. الاحتمال أن تحصل معنا سنة السنصرة أو السمسار الموجود. توصل نصف بين التوصيل بين البائع والمشتري أو بتقل الأسعار. كمان من الساحة التجارية الموجودة في ممكن مثلا كان في 24 ساعة دون سوق ونص ساعة مع غير الفئة التقليدية الفئة التقليدية مع الأفئدة وقت محدد بعدها كان لا من الأداء الثاني كمان بس كمان كان الخدمات المقابل لها مجموعة تحديات مثلا قلنا انه الزبون الله يقدر يشتري كبير وهي مكان وهي وقت صحيح بس كمان ما فيش عمليه كنترول عشان حتى الرقابه الفعليه على المودع موجوده في المودع ممكن تشتري مثلا كان زبون اخر في تليفون الشخص هذا موجود في البيت صناعه تبع الفريق على ان تشتري الموبايل بس من البيت لما وصل مع ذلك وصلنا الموبايل مواصفات الموبايل ما شغلش فهذه من التحديات اللي قدام واعتراف كمان قد يكون في اشتري انت المنتج اصلا مش موجود بالخارج الشخص هذا ما بيقدرش ينتج بالخارج غير مصر في العمليه البيانات حقك قد تكون تعرض للسرقه او ممكن تعرض يعني هذا المخاطر الموجوده شركه الانترنت بشكل عام سواء كانت موبايل تكون مناسبه او بدون مناسبه بدون مناسبه هذه انت بالنسبه لي تقسم في البزنس انه في مجموعه صور مع التركيز في الجامعه صور نصب صور معينه ثم موقع معين جد معين شكل هو البيع عوضا عن المستخدمين كما في معنا مفهوم الايبن في يوم نسميه بثلاث تاكيد المبادئ كثير ترجع على الان كمان تقوم بتدريس ثلاث تاكيد عندها اذا تشتري مثلا سلعه معينه او تشتري سجل داخل الجامعه او تدفع المستشفى خلصنا من التقنيه اللي تسمى التقنيه اللي تدور على حاليا يمكن كاش مجموعه من المصارف لازم حتى في البيت حامل اليمن الان اكبر مشكله توفر السيوله لو فعلت خدمات زي كذا ممكن في عندك اصلا كثير ناس عندهم اصلا ماليات اقل بس ما يقدرش تستعمل فلوسها البلوك من السويداء وصلوا من السويداء والبلد طبعا تدفع فلوس جديده او مال جديده تختلف حتى على الاقتصاد الوطني لا عندك مال كان عندنا 400 مليار ريال كان عندنا تقريبا خزينه لا كان 2.8 تريليون ريال الان 400 مليار ريال صار عندنا نت محلي ما عدا 3.2 مليون ريال في مدة بعد عملاء في مدة خلاص سعر العملة صار تراجع طبيعي هو لما يكون طبعا مفهوم مع اسمه أنا تكلمت منه من تكلمت عن العملة لكن في شيء غير لوجيه العملة من عملة قديمة طور عملات جديدة غير في آخر قليلة كانوا سووا بالسوق الأول كل سنة وصلت إلى آلاف العملات تدفع تضيف تعمل عمله للجلجات ما تنزلش من 6 شهور على تبيع عصير للبنك كانوا يحطوا على كل موضوع الخدمات البنكين او يسميها الخدمات البنكين تبدا بكم من 10 استخدام الاصدار الالكترونيه تبدا استوى بسيط من حساب الى حساب ترسل المدرك عطيه استخدام سعر البنكين هو استخدام تفاصيل بنكيه كل المهمات المقدمة كانت زيادة على البيت الاختيار بزنس كابتن مع هذه الخدمات كمان معرضة للسرقة والانتقال معرضة للخيانة في الآن في وجودين خدمات زيادة البيبر زيادة الموبايل هذه الزبائن أو الناس أو المستخدمين يستخدموا هذه المواقع هذه زود الخدمات المواقع هذه يتم الجر عن طريق المواقع هذه كنا نصير بس قبل الشركه اللي هي المستخدم في مخاطر كثير منها انت لما تعامل انت مباشره تشتري سلعه من الانترنت من 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 ثيرد بارتي من شركه او مؤسسه معينه تكون مستهدفين يكون لك مصدر من الدول المؤسسه المعينه بس تعرف ايش تعرف مصدرها تعرف ايش فيه مرود لهذه الشخص هذه الشركه هي كلها موقع او موقع نعم فانت لما تشتري عن طريق مثلا زياره شركات زي
أعتقد أنها تشوف
بدي يكون كمان الايميل حتى يكون شخص اخر طلع على الايميل اخترع
فيكون تم عملية الحفاظ الإيميل أنت لما سجل في البنك تيجي بنك البنك الطريقة اللي أنت بقولها هنا لما سجل هتسجل عن طريق الإيميل عشان تشوف بقى البيانات بتاعتك شو الحاجات البسيطة بتاعتك في الفترة الأخرى لما تشتغل في عملية شراء عملية بيع بس تحتاج تغيير عشان ترانزكشن تعمل مرة تفاصيل كأنها مسألة صمم أو قسم من الأكبر فأنت كده في إيميل الإيميل هذا اللي تسجل عن طريق بطل يكون مخترق الشخص هذا الطفل اللي هو على فكرة تسرقه يستخدمه كمان لبيع عمليات بيع وشراء أنت سوف تكون مسؤولياً وطيباً يعني سوف تكون مسؤولياً.
مثلا الاغاني يعني لا الكتاب مجموعة المعرض الاغاني كان تكوين يعني بس استنزفت على الكتاب استنزفت الكتاب هذه من سيدي اللي كان هذا بعض ما ادري الكنايه او تنقل بعض البرمجيات هذه مسموح لك ان تنسخ برنامج كامل مرتين ثلاث مرات اربع مرات حسب يعني بس التنزل استنزفت برنامج كامل هذا من ضمن المانجمنت ومن ضمن المفاهيم الاداريه مستخدمه في حمايه التنزيه كمان بالنسبة للإنترنت يوفرات ما يسمى العدد اليومي عند السلعة هذه أو المنتج هذا أو في هذا الموقع هذا يتابع بنسبة الجنسية الجميع الأشخاص بغض النظر عن نوع التطبيق يعني سامي يوتيوب أي تطبيق أو التطبيق تبعك أو البرنامج تبعك من كونسول تبقى هي تتعامل بنفس المعاملات جميع التطبيقات بغض النظر عن الموقع المالي الاقتصادي والخصوصي يعني ما بيقدرش يميز أي نوع عندها أخصر زي ما عندك شركة ضخمة وعملت البرمجيات كتبت من الله الانترنت وفرت ميزة كنفسي هذه الجميع أرض المنطور وطبعاً الموضوع اليوم بنور 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 اليوم أقل درس الجيد شكرا لكم كمان دور السوشيال ميديا كيف أسهمها وكيف تسهم في